السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقول لكم موجز آخر الأنباء يا جماعة. التعليم العالي 140 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات. وفي هنا كمان خبر العثور على جثة الطالب بعد تغيبه في قنا. القضاء الإداري ينتدب خبراء في قضية محطة مخلفات الصرف الصحي ببورسعيد. إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم المنيا. إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الصحراوي الشرقي. إصابة 13 شخص من بينهم أطفال بحالة تسمم غذائي في طمى شمال سوهاج. غرق مسن بترعة ميت يزيد في كف الشيخ. مكافحة المخدرات تضبط عاطلا بحوزته 50 تربة حشيش في سوهاج. كل الأخبار دي النهاردة يا جماعة 31/7/2022 في مصر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.